النقاش كان يوم اطلاق هذه الاستراتيجيه، كان في نقاش حضرتك شاركت فيه حول خانه الديانه في البطاقه، وكان لحضرتك راي منطقي انه لابد انا كدوله وان انا ابقى عارف ديانه هذا الشخص في ورقه ما، يعني مش لازم صحيح. في البطاقه، في ورقه ما علشان المواريث وكذا وكذا. هل في مناقشه حول هذا الامر سياده الوزير؟ لا، هو بس انا عايز اقول مش ورقه ما، ورقه رسميه. ايوه، اي ورقه لازم تبقى ورقه رسميه، لان زي ما حضرتك اشرت كده ان في حقوق متعلقه بخانه الديانه، فيبقى لازم احنا محتاجين الديانه تبقى ثابته على وجه رسمي. لكن لسه ما فيش اي مشروعات قوانين في هذا الشأن. يفضل الوزير عمر مروان ان تبقى خانه الديانه كما هي، ولا في رايي انه ممكن تكون في موجوده في الاوراق الرسميه في الكيو ار كود اللي له علاقه بـ بـ بالمواطن؟ شوف اقول لحضرتك على حاجه، وجود خانه الديانه وظاهره انا ما اعتقدش ان هي بتعمل مشكله. ليه؟ طب هو الاسم احيانا بيدل على الديانه، ولما يبقى اسمه جورج او اسمه محمد ما هو معروف ديانته، هل هي دي مشكله في الاسم؟ طبعا ممكن يكون في البعض، وده هتبقى قله واستثناء، حكايه الاسم تفرق معاهم، لكن الاجنبيه الصاحبه الاسم ما يفرقش معاهم ولا الديانه في اي معامله. فبالتالي انا مش شايف ان هي مشكله حل، او حتى اذا كانت موجوده في البطاقه او موجوده في شهاده ميلاد او في اي ورقه رسميه اخرى، انا بالنسبه لي مفيش مشكله. لكن اللي تعرفنا عليه بالايسر والمستند الرسمي اللي بنستخدم ومعتاد هو البطاقه. نعم. فبعدين لما نيجي نقول كيو ار كود، طيب المأذون لما يجي بقى يكتب، والمدرسه لما يروحوا يقدموا في المدرسه عشان حصص الدين في حاجات، وعايزين نعرف كمان الديانه علشان ياخدوا اجازه في الاعياد بتاعتهم، في حاجات لازم تبقى سهله ان احنا نشتغل معاها. لكن اذا كانت موجوده في البطاقه انا مش شايف فيها غضابه، الناس شايفه ان هي تتحط في اي مستند رسمي اخر انا مش شايف غضابه، لكن المهم ان يبقى الديانه ثابته في مستند. أنا بحييك سيادة الوزير، ويعني كلمة لقضاة مصر بقى، يعني مش ممكن نعمل هذا الحوار دون أن نسمع منك كلمة. أولا بحييك كقاضي ومستشار جليل يعني في البداية، ولكن أكيد ممكن توجه كلمة لزملائك من القضاة. طبعا بقول للقضاة كل سنة وأنتم طيبين ومصر بخير، وزي ما شفتم النهاردة فخامة الرئيس أكد على استقلال القضاء، وإن المسؤولية قدامكم بقت بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى، فكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر الثقة اللي ممنوحة لكم من شعبكم ومن رئيسكم، وربنا يوفقكم إن شاء الله. وربنا يوفق حضرتك. يعني المستشار عمر مروان هو قبل أن يكون وزير هو قاضي جليل محترم له باع طويل في القضاء، وقبل المنصب السياسي يعني والمنصب أيضا الأساسي وربما الأعز على قلبي، ما عملنا حوار مرة قبل كده هو منصب القاضي. بشكرك سيادة الوزير المستشار عمر مروان وزير العدل.